ولعلهم الذين صحبوا رسول الله، يعني صحبة اتقدمت. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وده الموضوع الأساسي، ده الموضوع الأساسي، لم يشركوا بالله شيئا، أي حققوا التوحيد تحقيقا تاما. ومن أجل هذه الجملة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد ذكر هذا الحديث تحت الباب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الذين ولدوا في الإسلام، والذين ولدوا في الإسلام كتر ما شوية أخوان، وذيل برضو عندهم فضل، ولد في الإسلام أي لم يولد في الجاهلية ثم يسلم بعد ذلك، لكنه ولد وين؟ في الإسلام، لكن في شرط ثاني: لم يشركوا بالله شيئا. وده يدلك إنه كونه يولدوك في الإسلام بس ده ما بيكفي، إلا تحقق التوحيد وتبعد عن الشرك، لأنه البعد عن الشرك من تحقيق التوحيد. أما يلدوك في الإسلام، مش لو ولدوك في الإسلام، لو بقيت أنت من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، من آل البيت عديل، لكن وقعت في الشرك ما عندك أي فضيلة ولا عندك أي مزية حتى تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى. وده أنا بيوريك فضل التوحيد، فضل هذا التوحيد، ويوريك سوء الشرك وعاقبة الشرك، لأن عاقبته وخيمة. فكذا نحن بنحذر، نحن بنحذر الناس هنا من الشرك، دايرين الخير للناس، دايرين الناس ينالوا هذا الفضل العظيم، يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. بل قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد: والظاهر أنهم لا يحاسبون حتى في قبورهم. ده ما دايروا انت في القبر؟ حساب ما في، يوم القيامة ما بيحاسبوك، حساب ما في. وده أخواننا لا يناقض باقي الآيات أو الأحاديث التي أثبتت الحساب، التي أثبتت الحساب، ده ما بيناقض. كما قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى أن قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الآيات الحساب ثابت، لكن دين ربنا اداهم ميزة وخاصية ما موجودة لباقي الناس، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. فذكروا أشياء، يعني منهم من قال الحاجتين ديل، وفي منهم ذكروا حاجات تانية. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم، واسمعوا يا أخواننا كويس، اسمعوا الصفات الجاية دي، أي زول داير يفوز بهذا الفضل العظيم إنه يدخل الجنة بغير حساب، اسمع الصفات دي وحققها حققها. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات، والله تحقق الصفات الأربعة دي يا بشراك يوم القيامة إن كنت من المخلصين. هم الذين لا يسترقون، نمرة واحد، يعني ما بيطلبوا الرقية من غيرهم، لأنه استرقى كما قال العلماء من استفعل، يعني طلب الفعل من الغير، كقولك استغفر يعني طلب المغفرة، فاسترقى يعني طلب الرقية. وده يدلك على انه الرقية في اصلها ما له جائزة، ما حرام، زي ما ذكرنا التفصيل في احدى الحلقات، الرقية الشرعية ما فيها اشكال شرعا، لكن ديل ما بيطلب الرقية من غيرهم، ما بيمشوا لذول يقولوا له ارقي لنا. ليه؟ العلماء قالوا: اولا لتمام توكلهم على الله عز وجل، ولانهم لا يتذللون لغيرهم.
لأنه قالوا ده فيه نوع ذلة، كونه تمشي لزول تقول له أرغي لي، قالوا ده فيه نوع ذلة. فده لكمال تحقيقهم للتوحيد لا يسترقون. عشان كده أنت من هنا تستفيد، دار تبقى من ذل ما تمش تطلب الرغية من زول، ما تقول له زول تعال أرغيني، عرفته؟ طيب الزول إذا طلب الرقية هل ياسم؟ لما بياسم، لكنه فاته هذا الكمال، ما بتاسم. كونه تطلب الرقية ما حرام، لكن بيفوتك هذا الكمال وهذا الفضل العظيم. كون زول يقول لك تعال ارقيك، لو وافقته ما بتطلع من هذا الكمال، ولو رفضته ما بيجوز. اخوانا التفصيل ده واضح ولا فيه اشكال؟ كونه تطلب من زول رقية دي ممنوعة. لو انت داير تبقى من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولو طلبت الرقية ما حرام لكن بيفوتك الكمال، ما حرام لكن يفوتك الكمال وهذا الفضل العظيم. وافق ان ترقيه عائشة ان ترقيه عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله عنها رقت للنبي عليه الصلاة والسلام، وافق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من حقق هذا المقام. فزول يقول لك أرقيك، لو وافقته ما في مشكلة وما بتطلع من هذا الفضل وهذا الكمال، لو رفضته ما بيجوز لأنك خالفت السنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة رضي الله عنها طلبت إنا ترقيه ما رفض. ده التفصيل في مسألة الرقية ويسترقون، والمسألة ده التفصيل فيها. ولا يتطيرون، الطيرة أصلا مأخوذة من الطير، لأن العرب كانوا بيتشاءموا بالطيور، يفكوا الطيرة في الجو، بالذات لو الواحد داري يسافر يفك الطيرة. إذا الطيرة مشت يمين معناتها يسافر، هو في فهمه كده. إذا الطيرة مشت شمال معناتها السفرية دي ما له، سفرية شوم وسفرية عارض وما يسافر. دي مصيبة دي يا أخوان، الطير دخلوا شنو في الموضوع؟ وده الأمر ده الليلة موجود. في ناس الليلة بيعتقدوا فيه، والدبرك والدبرك الواحد ده بيعتقدوا فيه كمان اعتقادات ذاتها بتختلف. والله احنا عندنا الكلام ده في الشمالية موجود، الطيرة اللي بتجي الصباح قبل الشروق دي الطيرة عندهم بتاعت الأرزاق. الطيرة دي لما تجي تصدر أصوات معينة، معناتها الواد حيرسل ريالات من السعودية. والله إننا الكلام ده موجود كويس. عندهم الغراب، الغراب بتشاموا بيه، لما يشوفوا الغراب معناتها في دول حيموت، عندهم كده يقول لك غراب ده جا معناتها زول ده حيموت. كويس. الطيور ذاتها بيعرفوا الطيرة ذاتها، لو جاءت طيرة مختلفة وأصدرت أصوات مختلفة يقول لك لا 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 دي ما الطيرة بتاعت الريالات، دي طيرة ساي ما عندها موضوع. فدي كلها هنا عقائد خربة موجودة الليلة عندنا في البلد دي. والسببة الصوفية قاتلهم الله. والله أي عقيدة خربانة في البلد دي سببها الصوفية ديل. أهنا ديل قاموا على الفطرة، كل السودانيين أهنا قاموا على الفطرة، جا ضيعوهم الصوفية، لخبطة الدين الإسلامي في البلد دي لخبطة عجيبة مرة واحدة، باسم الصالحين وباسم الكرامات باسم الأولياء وباسم المشايخ وغيرها من الترهات والكلام الفارق والكلام الباطل القالوا في المجتمع ونشروا في الكتب. وبهذه المناسبة أديكم كرامة كده على الماشي سريع جدا. طيب أنا قال افتح لي، بس خليك سريع، افتح لي 112. انا بديك من واحد اسمه خليل الرومي، لكن ما بتاعت المريسة، لانه بتاعت المريسة دي بقت مشهورة. اديك واحدة ثانية بتحيرك، انت ممكن تكون ما سمعتها. خليل الرومي ده بينسبوا له الضناك لو ده فيه اساءة لنا، والله لانه انا ضنقلاوي. والله جد ده انا اتبرى منه جملة وتفصيلا، والله العظيم اتبرى من هذول ده جملة وتفصيلا، عرفته؟ خليل الرومي قال ومنها اسمع الكلام ده، هل ده دين؟ هل ده بيدخلك الجنة بغير حساب؟ قال ومنها أن عنزه التي يحلب لبنها
قد سرقها رجل شارب خمر. العنزة اللي بيحلب الشيخ في واحد سكرجي طقاها. والله ده شغل غريب. أهو اللي حصل؟ قال وذهب بها إلى أصحابه قال لا شنو كده ما تعرف؟ فذبحوها وأكلوا لحمها. أنا قلت يا ريتهم كان ذبحوا خليل الرومي، كان أحسن من العنزة. العنزة ذنبها شنو؟ لكن كده مشيها. قال ذبحوا العنزة وأكلوا لحمها. بعد اللي حصل؟ قال فجعلت الشاة تصيح في بطونهم. العنزة قال بقت تكورك في بطون السكارى. طبعا لأنها عنزة أبوك الشيخ، هم بيعتقدوا كده. لأنها عنزة الشيخ بقت تكورك. يا إخوانا جون كذب ده واضح كيف؟ هي العنزة دي هم مش ذبحوها وتوزعت، بقى في كيلو في بطن الدرويش ده وربع كيلو في بطن ده، مش كده؟ طيب تكورك كيف؟ كذب العقل. هي موزعة في البطون، تكورك كيف؟ في عنزة مقطعة بتكورك يا إخوانا عشان تجوا الكذب. قال فبقت تكورك وين؟ في بطونهم. أها. وانتفخت بطن الرجل الذي سرقها. داري خوفك طبعا من الشيخ. قال لك السكران السرق العنزة بطنه ماله، اتنفخت. هل حصل؟ فذهبوا به إلى الشيخ. قال لنا إحنا الشغلة دي ما بيحلك منا إلا أبونا الشيخ لأنك طقيت العنزة بتاعته. أها. قال وقالوا نغرمها بأربعة من الماعز فاعف عنه. الشيخ نديك بدل أربعة، بدل العنزة أربعة ماعز، لكن تعفو لنا عن زول ده. قال فجعل يوكزه برجله. يعني الشيخ بدي السكران شنو؟ بدي كده شلوت. قال والرجل يزرط. قلت أدب عليك الله اقرا. الشيخ قال بالله عليك الله ده كلام يكتبوه في كتب؟ والله نحن ذاتنا لو ما بيكتبوه ما بنقول كلام زي ده. يضطرون ذاته مرات نقول كلام يعني يستحي منه الناس. الشيخ يديه وقال صاحبك هناك اعمل عمايل، عرف ده؟ يعني ده شغل مباشر طوالي من هنا ومن ورا، شغل مباشر طوالي، عرفته؟ قال لا. ويقول الشيخ يا دمه يا دمه. قال دعا له بالعجمه. قال فانهضمت بطن الرجل وعفى تقريمه الشات. قال في النهايه بطنه رجعت ثاني زي ما كانت والشيخ عفى عنه. اخواننا ده دين يا حميده، رايك شنو في الكلام ده؟ انت كنت مع الناس دي اللي اكلوا العنزه؟ رأي حماده، رأي شنو بالكلام ده؟ عشان بعدين نحن ما نفوت وتجي تقول الوهاب يا سعاليك، سعاليك نحن ولا صاحبك اللي بيعمل عمايل زي دي؟ تعالي تورينا رأيك شنو بالكلام ده؟ تكذب؟ نحن لما نمشي يكذب للناس. قال لهم طبعا ديل ما بيفهموا من كذبات، وانا سمعتها بيضاني. قال القلب البيت ولد له سلم يا ولد، القلب البيت ولد. حماده نجر له قصه من راسه. قال الصلاة لا البيت دي قال كانت خونسة مشكل. بلاش يقول زول ده كذاب كيف؟ البراي ما قال كده، ولا عبد المحمود نور الدائمة جاب الكرامة ما قال كده. قال كانت خونسة مشكل، يعني عندها ذكر وعندها شنو؟ أنثى. وما قادرين يحلوا الإشكالية، ودوها للدكتور عشان يعمل لها عملية. لما مشوا هناك قال واحد قال لهم أنا بسأل الشيخ عشان يريحكم من العملية. لما سأل الشيخ، الشيخ سأل الله، والله قلب البيت ولد. فقال الوهابية ما بيفهموا القصة. انت كذاب يا حميدة، مجرم. انت بتلفق من راسك ساي. البرعي ما قال كده. ولا عبد المحمود نور الدائم نقل الكرامة، قال انه كانت خنثى مشكل ولا غيره. نرجع لحديثنا، ديل ما عندهم موضوع. قال ولا يتطيرون. الطيارة يا اخواننا محرمة بأي حال من الأحوال. ما تتطير وما تتشاءم. في ناس الليلة عندهم تشاؤم. بيتشاموا بيناس، يقول لك الزول ده مين انا شفته تاني خلاص. ولا واحد يقول له والله الليلة مفلسين يا اخي، يقول له صبحك منو؟ منو صبحك؟ صبحت الليلة بمنو؟ ولا يقول لك والله انا شفت الزول ده، الزول ده شوم يا اخي، والله مين اشوفه تاني خلاص يومي كله بيبقى معرقل. يا زول الكلام ده ما بيجوز، حرام، ما بيجوز. ده ما عنده دخل في يومك. يومك عند الله تبارك وتعالى، هو الذي يقدر لك المقادير كيف يشاء. فما تتشائم ودائما اتفاءل يا اخوان. الزول دائما يتفاءل. تتشائم ليه؟ ما في النهايه رزقك عند الله عز وجل. دائما خليك متفائل.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام. إذن الطيرة محرمة بأي حال من الأحوال. ما بنذكر فيها التفصيل اللي ذكرناه في شنو؟ في لا يسترقون ولا يكتوون. ده من الكي، والكي نوع من أنواع العلاج بالنار، كي بالنار نوع من أنواع العلاج. وجاء الكي جاء في السنة، لكن نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كراهة، قال وإني أنهاكم عن الكي. فالعلماء قالوا الإنسان ما يلجأ للكي إلا إذا اضطر، إلا إذا بقيت مضطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهي كراهة، لأن الكي ده يا أخوانا شي مؤلم. واحد قبل فترة ظهر في الكريمت مش كده شغال تشتش في خلق الله، توش توش ما قال له دول صوفي يا أخي صوفي، أنا أقعد لك تتوشني ها صوفي تقعد له يتوشك بالنار وتدول عقيدته خربانة يا أخي، أنت بتقعد تحته كيف لما سموها الكريم التش مش كده؟ لأنه ده كلها جات من الصوفية ديل يتشتشوا في الناس. فالكي في أصله حلال وجائز ما في إشكال، لكن النهي فيه نهي كراهة، والأولى تركه إلا إذا اضطر الإنسان إلى الكي. لكن إذا اكتوى الإنسان أو طلب من يكويه فهو يفوته الكمال لكن لا يأثم. ده التفصيل برضو في المسألة دي. ثم وعلى ربهم يتوكلون، وده كمال الفاد ده كله يا أخوان. هم لا بيخلوا الحاجات دي مع إنه فيها حاجات حلال وما فيها إثم، ليه بيخلوها؟ ليه؟ توكلا على الله تبارك وتعالى. بل ذكر عن بعض السلف عليهم رحمة الله إنهم كان بيتركوا حتى العلاج. دي طبعا مرحلة عالية جدا. العلاج بيخلوه توكلا على الله تبارك وتعالى، يعني لا بيمشوا دكتور ولا بيشتروا دواء من صيدلية ولا أي حاجة، توكلا على الله تبارك وتعالى. وده ما معناه إنه نحن من الحلقة دي بندعوك ما تمشي للدكتور أو بندعوك ما تشتري دواء وكذا، لا لا لا، ده في النهاية أمر مباح، لكن دي مرحلة عالية جدا في التوكل. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه المرحلة. إنك تصل مرحلة يعني تعتقد اعتقاد جازم إنه الشفاء بيد الله عز وجل، وتستغنى عن المخلوق استغناء تام، لا دكتور لا دواء من صيدلية لا فحص ولا أي حاجة. دي طبعا مرحلة عالية والله، لكن من السلف من حقق هذه المراحل رضي الله تعالى عنهم. على ربهم يتوكلون، لأنهم بيتوكلوا على الله شكده بيستغنوا عن هذه الأشياء. والتوكل عبادة عظيمة، قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الليلة الصوفية برضو خرقوا هذه العبادة في قلوب كثير من الناس، ما بيخلوك تتوكل على الله، يربطوك بالشيخ، يربطوك بالحجبات، يربطوك بالكمون، يربطوك بكلام فارغ ساقط، يبقى قلبك كله مربوط بالشيخ، قلبك مربوط بالشيخ. زي ما قال البرعي في مدحه لشيخه الكباشي، قال المتوكل لأمر يكل كباشي في كل محل كم كرب يحل كباشي، يعني قال له خلاص انت متوكل تب توكل امرك لمنو؟ لكباشي. والله لو وكلت امرك لكباشي التراب في غشمك، ترابة في غشمك، زول راقد تحت الواطة يا اخي، انا اوكل امري عليه هو انو ذاته، هو انو زول مدفون يا اخوانا، هو اذا زول حي ما بسوي لك اي شيء، لو حي اسي تكون انت في هناك جنوب الخرطوم والكباشي ده هناك في بحري بعد بحري، فلنفرض انه حي، فلنفرض انه حي وانت محتاج له ضروري لازم يفك زنقتك، بفهم الصوفي يعني لازم يفك زنقتك الان. ضربت له تلفون، ابويا الشيخ الحقني تلفون، مش ناديته سايب التلفون، ابويا الشيخ الحقني، ده لو ركب ثلاثة دزعات داري يلحقك 200 هيلحقك 200 داير له ساعة اقل حاجة مش كده اخوانا؟ طيب ازول ده ما حي وميت راقد تحت التراب اكلوا الدود، معقول يا اخوانا زول زي ده يتوكلوا عليه؟ ثم قام رجل، وانا اختم، قام رجل
اسمه عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. وده يوريك فقه الصحابة رضوان الله عليهم. ما قال له يا رسول الله اجعلني منهم، لأن الموضوع ده ما عند النبي عليه الصلاة والسلام، ده منه عند الله تبارك وتعالى. قال له ادعو الله. صحابة عقيدتهم كانت في الله، ما بيعتقدوا النفع والضر في النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدتهم في الله تبارك وتعالى. ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، وفي رواية البخاري قال اللهم اجعله منهم. فحمل العلماء الجملة الثانية على أنها خبر بمعنى الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، ونحن نشهد أن عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة عينا، بل من الذين يدخلون الجنة بغير حساب رضي الله تعالى عنه. دي فضيلة عظيمة أخوانا. قال له إنت منهم، وده عن طريق الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما هذا جاءه عن طريق الوحي. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. وده فيه يا أخوانا إن الإنسان دائما يسبق لفعل الخير، ما تتأخر. ربنا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. لما يكون فعل بتاع خير ما تتأخر، كان حلقة كان درس كان تحفيز كان غيره، ما تبقى في الأخير، خليك دائما قدام، خليك دائما قدام. والسابقون السابقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخير صفوف الرجال أولها. دائما خليك قدام، ما تبقى كسلان في الدعوة. لو بقيت سلفي ذاته ما تبقى كسلان وزول نوام، شفت كيف؟ ودار تنوم ودار تسك الدنيا كثير، وهذول الشغلة دي وين؟ الدنيا دي ملحوقة. فخليك زول نشيط في الخير كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الثاني منهم من قال إنه كان منافقا، ولكن القول الصحيح كما ذكر أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقلق هذا الباب، فاستخدم أسلوب المعاريض وما قال له إنت ما منهم، لكن قال له سبقك بها عكاشة حتى لا يقوم من ليس بأهل لهذا الأمر. لأنه ده لو قال له إنت منهم تاني واحد حيقوم وتاني واحد حيقوم وتاني واحد حيقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. والحديث لسه فيه فوائد أخوان، لكن ما ذكر يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.